السلام عليكم، معكم علي. اهلا وسهلا بكم بدرس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن pronouns، اذا الضمائر. pronoun ضمير. كما نعلم باللغه العربيه في عندنا ضمائر: انا، انت، انت، انتم، هؤلاء، هذا، هذه، شخص ما، وهكذا. ايضا باللغه الانجليزيه في عندهم ضمائر. كما نعلم في اللغة الإنجليزية في عندنا شيء نسميه parts of speech، أقسام الكلام. في عندنا 8 أقسام من الكلام في اللغة الإنجليزية. يعني لما أكتب جملة يجب أن أعرف هذه اسم، هذه فعل، هذه adjective، هذه ضمير، هذا اسم موصول، وهكذا. اليوم نتكلم عن pronouns، أحد أقسام الكلام في اللغة الإنجليزية. نستخدم الضمائر بدلا عن الأسماء، عدم تكرار الاسم. مثلا في عندنا أتكلم عن شخص ما، مثل أحمد. أحمد، لكي لا أكرر كلمة أحمد كثيرا أثناء الحديث أو أثناء الكتابة، فقط أذكر أحمد أول مرة، بعدين أستخدم الضمير هي بحالة الفاعل، هم بحالة المفعول به، هز بحالة الملكية، وهكذا. إذن لكي لا أكرر كلمة أحمد، يعني الاسم أحمد، أكثر من مرة أثناء الكلام أو أثناء الحديث، خلاص أستخدم بدل عنه ضمائر تفيد عدم تكرار الاسم ولإجمالية اللغة. من الدروس المهمة جدا معرفة الضمائر في اللغة الإنجليزية، لأنه لا أستطيع أن أتحدث أو أكتب بغنى عنها، يجب أن أستخدمها أثناء الحديث أو أثناء الكتابة. لذلك تابع معي لآخر الفيديو، هناك الكثير من المعلومات المفيدة في هذا الفيديو. ما هو الـ pronouns؟ ما هي الضمائر؟ Are words that replace nouns، يعني هي كلمات التي تستبدل الأسماء أو تستبدل به الأسماء. طيب الاسم الذي استبدلناه بضمير نسميه the antecedent. antecedent معناته السابق. إذن السابق is the word the pronoun replaces، يعني هو الكلمة التي يستبدلها الضمير. كيف يعني؟ إذن يجب أن نعرف معلومتين: الضمير هو يستبدل بدلا عن الاسم، بدلا عن الناون الاسم، والاسم الذي استبدلنا بدلا عنه الضمير نسميه antecedent. إذن antecedent، إذن السابق. Many people read their newspapers on the bus، يعني يقرأ العديد من الناس صحفهم أو جرائدهم في الباص. نلاحظ كلمة people الضمير there، إذا pronoun هو there، الانتسيدنت هو people، يعني there تعود على منه؟ على people. شخص سمع حد يتكلم مثلا أو يكتب وهكذا، there يعرف انه تعود على people، نسمي كلمة people antecedent. أحمد enjoys reading stories because he learns new things، يعني يستمتع أحمد بقراءة قصص، because he لأنه يتعلم أشياء جديدة. لاحظ أحمد وهي، هي هي البرونام، هي الضمير، أحمد antecedent إذن السابق، يعني الفاعل السابق. إذن هي استبدلناه بدلا عن أحمد، وأحمد استبدلت بهي. إذن هي هي الضمير، وأحمد نسميه antecedent. لدينا 4 أنواع من الضمائر، نتذكرهم جيدا. في عندنا هذا الجدول بيساعدنا تايب هذا النوع. كما قلنا 4 أنواع من الضمائر: 1 2 3 4. يوز الاستخدام، متى استخدمها؟ examples أمثلة. أول نوع نسميه personal pronouns، ضمائر شخصية. النوع الثاني possessive pronouns، ضمائر ملكية، يعني أملك شيء. indefinite pronouns، ضمائر غير محددة. وعندنا demonstrative pronouns، ضمائر إشارة. نبدأ بالنوع الأول personal pronouns.
إذا ضمائر شخصية. الضمائر هذه يما تكون subject حالة فاعل تأتي في بداية الجملة قبل الفعل، أو object مفعول به بعد الفعل. الحب رجع الضمائر حالة الفاعل والمفعول به تكلمنا عنها فيديوهات سابقة. أمثلة: he will go with you and them. لاحظ الضمير he حالة الفاعل، وعندنا you them حالة المفعول به. إذا نسميها personal pronouns، ضمائر شخصية. لاحظ هي جاءت قبل الفعل معناته بحالة الفاعل، you them بعد الفعل بحالة المفعول به. they need to ask يحتاجون أن يسألوا. لاحظ they أيضا ضمير بحالة الفاعل، ضمير شخصي. النوع الثاني possessive pronouns، ضمائر ملكية يعني أملك شيء معين. إذا عندنا نوعين، أيضا عندنا نوعين possessive adjective وعندنا possessive pronouns، ضمائر ملكية وصفات ملكية. تكلم عن position، إذا ملكية. my book is there، كتابي هناك. لاحظ my يأتي بعدها اسم، إذا هذه possessive adjective، صفة ملكية. لماذا؟ لنا أتت قبل الاسم. where's yours، أين؟ يعني ممكن نستبدل yours، يعني where is your book، أين كتابك؟ لكي لا أكرر كلمة book مرتين your book، أستخدم where's yours. تكلمنا عنها فيديو سابق اللي حب أرجع عليها. إذا هذه نسميها ضمائر بحالة الملكية. my book is there، where's yours. إذا my صفة ملكية، yours ضمير ملكي. إذا هذا النوع الثاني من الضمائر نسميه possessive pronouns. النوع الثالث indefinite pronouns، ضمائر غير محددة نستخدمها للحديث عن an specified person or thing، يعني شخص غير محدد أو شيء غير محدد. مثل عندنا nobody should go، يجب ألا يذهب أي شخص، أو لا أحد يجب أن يذهب. إذا لاحظ nobody نسميها indefinite pronoun، ضمير غير محدد لم نحدد الشخص أو الشيء. few are late، إذا بضع متأخرين. لاحظ أيضا few البضع لم نحدد من هو الشيء أو من هو الشخص أو من هو الأشياء أو الأشخاص. إذا لاحظ نستخدم few بمعنى ضمير غير محدد. demonstrative pronoun، ضمائر إشارة يتحدث عن specific person or thing، يعني شخص محدد أو شيء محدد. this is the car، هذه السيارة. لاحظ this نسميها demonstrative pronoun. look at those، انظر إلى أولئك، إذا إشارة على تعجب. إذا those نسميها demonstrative pronouns. إذا كما قلنا جميعا تكلمنا فيها فيديوهات سابقة، اللي حب يرجع على القناة يبحث عن subject pronoun، object pronoun، possessive adjective، possessive pronouns، عندنا demonstrative pronouns، indefinite pronouns، موجودة على القناة بشكل مفصل. لكن يجب أن نعرف ما هي الضمائر باللغة الإنجليزية. بس سمعت كلمة pronoun ضمير، يعني يتكون لدينا أربع، أو يتكون لدينا هذه الفكرة أنه لدينا أربع أنواع. هل هي personal pronoun يعني ضمائر شخصية، ولا ضمائر ملكية، ولا indefinite pronouns ضمائر غير محددة، ولا demonstrative pronouns ضمائر إذا الإشارة. إذا كما قلنا لدينا أربع أنواع، النوع الأول، النوع الثاني. نستذكر سريعا هذه الضمائر كما قلنا اللي حب يرجع موجودة بشكل مفصل على القناة فيديوهات كثيرة. I طبعا المجموعة الأولى بحالة subject الفاعل، المجموعة الثانية بحالة subject المفعول به. إذا I تصبح me، he him she her it it we us you you they them. ترجمتها بشكل مفصل كما قلنا في القناة. عندنا possessive pronouns، أيضا عندنا صفات ملكية وعندنا ضمائر ملكية. my his her it
our, your, their. نلاحظ الضمائر الملكية بس عندنا my تصبح mine. الباقي فقط نضيف s. لكن عندنا his, his نفسها لا موجودة s. its, its. الباقي فقط نضيف s. her, hers. لاحظ ضفنا s. our, ours. your, yours. their, theirs. إذن هذا النوع الأول ضمائر شخصية تقسم إلى مجموعتين، وضمائر ملكية أيضا تقسم إلى مجموعتين كما قلنا موجودة على القناة بشكل مفصل لكن فقط للاستذكار. المجموعة الثالثة نستذكرها سريعا أيضا some indefinite pronouns بعض ضمائر غير محددة demonstrative pronouns ضمائر الإشارة. لاحظ anybody أي شخص، anyone أي أحد أو أي شخص، both كلا اثنين يعني، each كل، everybody كل أحد، everyone كل أحد، few بضع، many كثير، somebody شخص ما، some بعض، several إذا العديد، one واحد، nobody لا أحد، no one لا أحد، neither أو neither ولا. إذا هذه ضمائر نسميها indefinite pronouns ضمائر غير محددة. لما نقول anybody أي شخص أو أي أحد لم نحدد، لما نقول somebody شخص ما إذا لم نحدد، أيضا each everybody وهكذا إذا ضمائر غير محددة. النوع الأخير demonstrative pronouns ضمائر الإشارة this that these those. كما نعلم this الجمع منها these that الجمع منها those. الحبرجة على هذه الفيديوهات موجودة بالقناة بشكل مفصل. إذا بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم، درس من الدروس المهمة باللغة الإنجليزية، وهي أحد الدروس كما قلنا الهامة التي يجب أن نتعلمها في اللغة الإنجليزية. إذا البرونونز الضمائر كما قلنا لدينا أربع أنواع من الضمائر، وتكلمنا ما هي فائدتها وكيف استخدمها باللغة الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.